السلام عليكم. يا هلا والله. فيديو النهارده هيكون عن يعني الدنيا كحلاوة وهناكل سوشي في الجو اغنيه بتعبر لك عن احلامك او مشابهه لحلاوه البدايه. وبما اني قلنا حلويات فخد الصرصيانه ولا قلبي كان كفايه. رامز رامز رامز. ولكن قبل ما نبدا يا باشا صل على النبي حط لايك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس وروح تابعنا على الانستغرام وخلينا نبدا. طيب يا جماعة محمد رمضان ما عملش حاجة السنة دي فقرر يعمل اعلان ابن كلب من كتر حلاوة الاعلان حلو شوفوه بني يعني الدنيا كحلاوة وهناكل سوشي في الجو ونزل الاعلان من هنا كل الناس عملت عنه معمول عنه لحد الان 38 الف فيديو بكام يوم خلونا نجيب الفيديوهات هرش نيتك يا عم عيب يا عم هنا عبد الله تعبان على الفيديو جايب بلطو عشان يصور بالفيديو زي محمد رمضان كمل اي حد شفني بيحبني حب الناس بس اللي يهمني ماي جاد شايفين المشي السلو موشن يا جماعه بتعدي بحته انا قلبي بيتكسر متحته في قلبي مكان ان شاء الله لسته الصبح بفكر فيه يا لهوي اللي بعده ايه ده جامدة ايه ده؟ من اجمل الحلقات اللي اتعملت ايه ده؟ اللي بعده المفروض ان تلك الفتاة التي امامنا نسيبنا من رفرفها ونسيبنا من الاحمر اللي لابساه من اول رمضان ونركز ان هي فتاة بسيطة من منطقة شعبية ونازلة تتسوق تجيب خضار خطيبتي بداية مفيش حد عندنا بينزل يروح السوق كده مفيش كلنا بنضرب العباية الفتفاضة الشرحة البرحة والشبشب والطرحة وتجيبوا خضار كملي يا اختي مش واحدة شدة ونحتة ونفخة ده مش حقد عليها الله يقويها يا رب وبعدين شايفة واحدة في الكومنتات بتقول جوزي طلقني بسبب جينا رفارف لايك ليه حبيبتي عايز رفارف قولي له شخلل انا اتفق معاك يا ما تبقاش انت شبه الانبوبه وحالتك حاله ومعاكش جنيه وعملت التنك او تقارن مراتك بواحده ثانيه باللي بيطلعوا على الشاشات اللي بيطلعوا دول بيكونوا مكلفين فهنا حتى اللي معاك دي لو شبه الكلب البلدوج دي لو اتصرف عليها هتبقى في حته ثانيه فاهم بالي هو الموضوع موضوع ماني فاهم بالي اللي بعده يعني الدنيا كحلاوة وهناكل سوشي في الجو يا راجل لا 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 حول ولا قوة إلا بالله رغم إن هي بقى معاها لكن عيني لابسة البنطلون مقطع بفكريني بعد الفيديو أجيب لك بنطلون أو تديني البنطلون ده خيطهولي آدي يا عم الناس كلها عمالة تقول لك تينا 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 بجينا رفارف أتي تينا الحل من بعد تينا شو يعني لحمة لا حول ولا قوة إلا بالله وده أنا قلتهولكم قلتلكم إن الفترة الجاية دي بتاعت كل ما تكح تنفى هي هنا بتعمل شعرها عادي وبتاع الكوافير بيصورها ليه عشان طالعة ترند بينزلها عنده فكل ما تيجي تعمل حاجة تكح تنف تعمل أي حركة هتلاقي حد حاطط الكاميرا في وشها عشان يعمل فيديو فمين بالي اللي بعده حلاوة البداية يعني الدنيا كحلاوة وهناكل سوشي في الجو يا راجل لا 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 يا عيني على حلاوة البدايات بتكون عاملة زي القطايف كده تاكلها تلاقيها طعمها حلو اول ما تتعمل ولما بتبات لتاني يوم بتبقى بايتة وطعمها مش حلو ازاي البداية فاهم بالي اللي بعده دخل الوحش رامز رامي رامز عجباني اول الحلقة دي ده لحد الان كراش الخليج حبوه بعد الحلقة دي رامز ايه كانت حلوة الحلقة اللي بعده بعد ما اتريقت على خطوبات الناس كلها الدي جي الحمد لله على السلامة اشتقنا ليكم ياما ايه ده ما تخش على سبونش بوب هتبقى احلى وما راجعين من الامارات الحمد لله على السلامة لكن الف مبروك اللي بعده قلبي لما يكلم عقلي يعني الدنيا كحلاوة لا اللي بعده اتسألت سؤال هو الراجل اللي بيعمل فولو للبنات اللي بتلبس اي لبس فاشونستات ده يبقى راجل نسوانجي ولا لا الحقيقه كلامي ممكن يزعل ناس كتير ولكن نسوانجي مصغر تقدري تقولي مشروع نسوانجي ده اذا اجاز التعبير في كلمه نسوانجي ولكن هو النسوانجي بدا ازاي النسوانجي بدا انه شاف كتير فما عجبوش اللي معاه اوعوا تستهونوا بالنظرة اوعي تستهوني ان الشخص اللي انت معاه بيشوف اجسام وبيشوف بنات غيرك اوعي تتخيلوا انه هيكتفي بيكي اوعي تتخيلوا ان شغفه هيفضل تجاهك زي ما هو هيتغير ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امرنا بغض البصر وعشان كده لما تلاقي واحد بيتابع البنات دي لازم تقفي معاه واقفة يا هيتغير عن اقتناع
هيبجح فيكي ويقول لك ما كل الرجاله كده. اللي يقول لك ما كل الرجاله كده يبقى اضربي نفسك مليون قلم لو كملتي معاه. فعلا يا جماعه ما اعرفش ايه الاستفاده لما تروح تعمل فولو لوحدك، لا تبقى لابسه قط او رقاصه او الشغل ده، ايه الفايده؟ بتتابعها عشان تتفرج؟ طب ممكن تتفرج من غير ما تتابع. انصح يا ورق. الحمد لله ما نشف الكلام ده، جو مراهقين، ده جو مراهقين بالفعل على فكره. تلاقي 3 ارباع اللي بيعمل كده يا اما معاش مراهقته يا اما كبير لك المراهق، فاهمين بقى ليه؟ اللي بعده صفح على الرصيف. خل كده هنخاف من كيش يعني. المديح هو اللي بعده لما اخيرا ماما تاخدني معاها في حته نظيفه اللي بتروحها بعد زن كتير. ده كله يعني الدنيا كحلاوة وهناكل سوشي في الجو ماما مرتبطه يا راجل. لا 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 انت مالك. اللي بعده اللي تقول لي احتار من راسك معك فنان سيده مكلفه بالبرنامج خليها تتكلف. طلع من المصري بروش حاجه كويسه حبيبي. انت بتقول ايه؟ خريغرك لي عقله لي خرغرج ليه؟ خرغرج ليه عاقل؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هم ممكن يكون قصدهم يعني هيخرجوا عن شعوره او خرجوا عن عقله ولا معرفش عقله خرج منه، فاهمين بقى يعني؟ اسمع مني انا واحد عارف اللغه، لو عايز تروح تسلم على حد مغربي ولا جزائري تقول له اشراكي، او لو واحده اشراك عيب عليك دي زي عامل ايه او عامله ايه؟ هترجم لكم انا ده. لا سيدي ما مصورش انا، هذا الراجل يكون بعدك شويه يكون فيه الادب. هنا يعني بيقولوا الراجل ده قليل الادب. ما مصورش انا هذه الحلقه حبيبي. ما مصورينش قاع. يا حماتي تتعي لي، اوجع كشفينا، الضحك وشي اللي خلقي عينينا. مع احترام لكل المغاربه والجزائر. عايز اتعلم لهجه بتبقى حلوه كده فيها يعني فاهمين بالي يعني. اللي بعده طعم الاغنياء بعد الشر. طب سؤال، ايه البيف الحامل عندنا؟ تندرلاين، سيرلاين، لحم نيوزيلندي، واجيو ميت. واجيو ميت يوميت يا فندم هو لحمة بقر ياباني. لو حضرتك اخترتي الطبق ده هتكوني محظوظة جدا، لأن البقرة اللي معانا النهاردة اسمها تاكي سوهرامي. تاكي تربت في أرقى مزارع يوكو، بتستشعر شعرها مرة بالليل ومرة الضهر، وتخرج حتى برفان ومن علب بقر محترمة جدا. روح اسألي عليها هناك، هنروح نناسبها مش هناكلها. اتكل على الله يا عم. اللي بعده أقل طفل في اسكندرية. أنا اللي بصرف وبقدر بيجري بيدنجل. حلو لكن مش هفهمها كتير. اللي بعده رامز بوكا تشانجا وشيتي كريتا يا جدعان مالكم ومال عبد الله كل قفشه في الحته دي وعامل عليها منز، لكن بيكون حلو. اللي بعده نرجع يا فنانه ده انا شخراله اخر مره. البعد يبعد مين واحنا اللي ما بيننا سنين وسنين. انا اقول لك على حاجه، الشخره دي كانت قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ تختلف، لو قبل الفطار فانت كده هتبقي فاطره، لو بعد الفطار فتمام، انما الشخره طلعتها من مناخيرك ولا بقك ولا من خدودك؟ عرفينا عشان اعرف اجاوب. اللي بعده حطيني انت في اي حاجه وانا هبهرك، بس انت جرب. ايه المراه الفرعونيه جبروت وكيوت برضه. حطيني انت في اي حاجه وانا هبهرك، بس انت جرب. نجرب يا حبيبه قلبي، بس انت جرب. يا سلام، اما نحكم على حاجه من غير ما نجربها ولا ندوقها؟ ده كلام. لا. اللي بعده توزيع السلطة في مركز تلا محافظة المنوفية. زي ما احنا شايفين العادة دي متعودين عليها من 14 سنة. بدأ الأمر ان هما كانوا بيعملوا السلطة على قد البيت قدام باب البيت، فده جه الجيران بقى والنبي تديني شوية هات حبة، لحد ما الموضوع وسع منهم، ودي السنة ال 14 على التوالي بيوزعوا سلطة في مركز تلا محافظة المنوفية. مالك فرحانة كده؟ كأنكم بتدوا لامبورجيني في ايه؟ وايه الناس اللي واقفه دي بتقلوا من قيمتكم كده ليه؟ ده كله عشان مية السلطه. عليا النعمه انا لو بموت، عارفين يعني ايه لو بموت؟ انا مش غني ولا كده، انا على الله ان شاء الله قوي قوي، لكن لو هموت على حاجه عمري ما راح اقف طابور واخدها، ولا عمري هين نفسي وكرامتي عشان خاطر الجنيه. لو بق الميه في ايدك هيحييني وهاخده باهانه ماخدوش، عندي اموت افضل، لكن اروح اقف طابور عشان مية السلطه وهو بيتشنك قوي كاني يعني بديك رينج روفر كده. يعني هتقول لي اصل فقر والدنيا ومش عارفه ايه، ده مية السلطه يا باشا، حتى لو لحمه حتى لو ديك رومي. النبي قال تعففوا، ما اروحش انا اقف في طابور عشان اخد حبه مية السلطه وهو يقعد يتخلق عليا. احا ده انا لو شغل حتى معاك بس بهوله ماليش خلق انا حد يتنطط عليا. وهي طالعه فرحانه ومتشكحه قوي المره ال 14 14 على التوالي بيوزعوا سلطه في مركز سي. يا جدعان على التوالي بيوزعوا سلطه في مركز تلا محافظه المنوفيه. يقول لك الاكل ما يتاكلش وسبحان الله طبق السلطه ده هو اللي يتاكل. شايفين عينيها عليه عامله ازاي؟ طبق السلطه
اللي يتاكل. انا مو بجد. اه يا جدعان كله هياكل كتر خيركم. اللي بعده لما ترتبط بعد الثلاثين. خلاص ما انت شايف من غير ما اقول. ما اتفقش معاكي، بعد الثلاثين بيكونوا مليانين بروتين وفيتامين وحنان الأمومة. دايما البعض بيحاول يظهر على السوشيال ميديا ان الواحدة بعد الثلاثين ومجفة المشاعر يعني بقى، وتتعامل معها بحتة فوق شوية كده يعني عشان هي مش مراهقة يعني. بلاش جو الاهتمام الزيادة بتاع كلت فترت شربت الجو ده، ما بحبش انا الجو ده. كدابين، اي واحدة في الدنيا بتحب الاهتمام لكن مش بشكل مبالغ يعني. ما تقعدش طول اليوم كاتم عليها كده لا، ولا برضو انك تلطحها كانها مش موجودة شفافة. خليك في الحنين. اما بالنسبة لحتة ان هي ما بقاش عندها عاطفة ومش عارفة مين، الواحدة كل ما بتكبر كل ما بيكون في عاطفة اكتر. من اول ما بتتولد لحد ما تموت هي بتحب الاهتمام، انك تهتم بيها، تحن عليها، مراعيها، مسيطر عليها. فمين بالي ليه؟ عشان خاطر ان هي بتحس معاك بالامان. الواحده طالما حبت وبتشعر معاك بالامان هتكون معاك زي الطفل. فحته ان انا بقى ما بقاش عندي عواطف ومش عارفه مين هي ما حبتش، فمين بالي. اللي بعده كيلو ذهب. هو ده سبب كيف يعني ان وافق؟ ابعت رقمك. تبعتش باز محترمه واخلاق مال. اللي بعده ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا عامل زراعي. تن 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 تن. اللي بعده امريكا مش امان، فيها سلاح، فيها جرائم كتير جدا، الواحد عايش هنا كل دقيقه بيجري. لا حول ولا قوة الا بالله، كفاية الفيديوهات دي عشان بتخليني اشعر جامد فعلا. خليك في بلدك لان بلدك امان، كل حتة فيها سلاح وفيها جرايم وخطف وسرقة، لان احنا في الارض مش في الجنة. زي ما امريكا مش امان، مصر برضو مش امان. شفتوش الفتاة بتاعت اوبر الله يرحمها والتانية المتحرش بتاع ابلكيشن ديدي؟ ففين الامان في الموضوع؟ كل حتة فيها كده وفيها كده. وبعدين اللي خايف وقاعد في دولة تانية غير بلده تقدر ترجع تاني بلدك وتقعد فيها معزز مقر، لان مفيش حتة امان وحتة مش امان. اللي بعده لسه متطلع دلوقتي بسبب رفاق. لا يخرب بيتك يا رفارف، طلعت مصر بحلقة في رمضان. لا يا جماعة مش للدرجة يعني، مش الأفوارة دي يعني. وبعدين اللي مقتنع بواحدة لو شاف ملكات الدنيا كلهم قدامه ولا هيشغلوا بال ولا عينه. ليه؟ لأن عينه مليانة. فمين بالي؟ اللي بعده كل بالهنا والشفا، اهم حاجه يكون طعمها حلو. اللي بعده مره ميكانيكي فتح محل شوكولاته سماه كلاكسي. مره 1 2 3 راحوا امريكا رجعوا 1 2 3. مره لمونه دخلت الامتحان جابت 10 من 10. مره حنفيه دمها خفيف نزلت الميه نكته نكته. مرة ترزي ماشي في حتة مقطوعة أم خيطها. مرة خطفت رجالة راحت على القهوة طلبت جوز هند. مرة مدرس اتجوز مدرسة كتبوا كتابها مع السبورة. مرة زيبة شربت خمرة قالت انا سكرت. قوليش نكت تاني. اللي بعده ما تخافيش مش هيبصلك وهو عينيه مليانة بيا يا مشخة. انا بقت مراته ومامي بقت حماته وانت كلبة عدت في حياتي. وما تحاوليش يا عمورة اصلا انا اللي في قلبه محفورة. وده حال الواحدة لما ترتبط بواحد، بتبقى فاكرة ان هي مرتبطة بهوجن كل البنات حط عينيها عليه وكل البنات هتموت وتخطفوا منها. مش عايز تعرف عليها خالص. وده مش بداية، هي هنا هرموناتها بتلعب دور، بتيجي في دماغها وتفهمها ان انت معاكي ألماظة. كل البنات ميتة عليه من جماله الفتان. اعملوا مين يابا انا بصيطك يا. وبكده يا باشا انا مضطر انهي الفيديو واقول لك اشوفك على الفيديو الجاي. goodbye bro goodbye bro goodbye bro goodbye bro goodbye bro